انتهاء ورش العمل والجلسات العامة في اليوم الثالث والأخير وربما خروج التوصيات في هذا المؤتمر. يسعدنا أن يكون معنا في هذا الإطار عدد كبير من النواب. بداية طبعا مرحب بسيادة النائب علاء عابد. مرحب بك سيادة النائب. أهلا بحضرتك وفرصة سعيدة. نتكلم عن التوصيات اللي خارج بها المؤتمر, بنتكلم عن ورش العمل وثلاث أيام مشاركة 3000 شاب. أكيد يعني كان في زخم كبير جدا من ورش العمل وفي موضوعات وفي أطروحات وشد وكذب وبعض الأفكار اللي احنا شفناها على مدار الثلاثة أيام, خاصة كمان مشاركة سياسية للشباب في الانتخابات المحلية. عايز أعرف تعليقك إيه على الثلاث أيام اللي احنا شفناهم. خلينا بس الأول إن احنا نحيي الفكرة نفسها, فكرة أن يكون هناك مؤتمر دولي لشباب مصر وتواصل حقيقي مع القيادة السياسية الممثلة في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك نواب البرلمان. النهاردة احنا بنقدم رسالة للعالم ان احنا بنقول ان احنا عندنا حوار مجتمعي. هذا الحوار المجتمعي متمثل في شباب مصر اللي احنا منذ فجر التاريخ واحنا عارفين ان الشباب ده هو عماد الدولة, لا يمكن من غير الشباب هنعدي المرحلة. حقيقة كان في ظاهرة اكثر من رائعة انا شفتها الحقيقة, وانا بسمن ايضا دور السيد الرئيس ان هو قاعد في صفوف المواطنين اللي بيسمعوا والشباب موجودين على المنصة بيتحدثوا بكل حرية عن القضايا, مفيش خطوط حمراء, بيتحدث في قضايا خاصة بالحريات, قضايا اقتصادية, قضايا اجتماعية, أيضا انتخابات المحليات القادمة اللي الدستور خصص 25% للشباب. والحقيقة أنا شايف إن هذا المنطلق من هذا المؤتمر إن هذا هي الانطلاقة الحقيقية لشباب مصر تحت رعاية السيد رئيس الدولة. وأنا شايف أن في توصيات, أهم هذه التوصيات طبعا أن يكون هناك دور فاعل للشباب في المرحلة القادمة سياسيا واجتماعيا وثقافيا. وكان في مبادرة أيضا الحقيقة إحنا كنا تبنيناها في لجنة حقوق الإنسان, أنا والسادة النواب في لجنة حقوق الإنسان, اسمها دافع عن الغلبان, وهي تستهدف الشباب المحبوسين في فترة الأزمات اللي الحقيقة إحنا بنقول إن هم لازم يعاد النظر في هؤلاء الشباب. وطالبنا السيد الرئيس وأيضا كان في بعض المشاركين في المؤتمر اللي أكدوا هذه الفكرة أيضا, وأنا أسمن دور الرئيس إنه تقبل هذا بشكل إيجابي. والحقيقة إحنا إن شاء الله نتواصل وخلال الفترة الجاية هيكون إحنا مش هنعمل مؤتمرات وفعاليات ومبقاش فيه نتائج. في خلال الفترات القادمة هنقول ما تحقق من إنجازات وقدرنا نحققه على أرض الواقع وهنعلن ده إن شاء الله للناس كلها. التواصل ما بينكم وما بين التنفيذيين وما بين الشباب اللي كان موجود وطرح أفكار وموضوعات ونتكلم في مجالات مختلفة, بالتالي ده ليه مدلول وليه تأثير أيضا في الفترة القادمة. عايز أعرف الدور اللي هتلعبوه خلال الفترة اللي جاي وهتقدروا تستغلوا ده ولا لا؟ إحنا كمجلس نواب إحنا لينا دور حدده الدستور والقانون, طبعا دور التشريع والرقابة ده الدور الصحيح بتاعنا, ولكن هناك دور أيضا هو وضع السياسة العامة للدولة. السياسة العامة للدولة بمشمولها بما فيها اجتماعي ثقافي تعليمي صحي, السياسة العامة للدولة اللي بتمشي عليه ده اللي احنا نقدر نعمله من خلال بعض مشاريع القوانين اللي هنستهدفها الفترة القادمة. القوانين دي هتقدر تساعد السلطة التنفيذية اللي هي الممثلة في الحكومة ان هي تقدر تحقق بعض الانجازات من خلال برضو منظومة شبابية. وانا بقول يعني الحقيقة لما ترجع وتكتشف ان شباب مصر بهذه العقليات وهذا الفكر وهذا التطبيق, لا شباب مصر شباب مشرف. انا عايز اقول لحضرتك على حاجة النهاردة عشان اي حد بيزايد على مصر, انا عايز اسمع بس في المنطقة او على المستوى الدولي مين الدولة اللي عملت مؤتمر للشباب خلال 10 سنين اللي فاتت, مش هتلاقي غير مصر. مؤتمر للشباب للمشاركة والاستماع, رئيس الدولة رئيس الوزارة كل الوزراء جالسون والنواب يستمعون مشاكل الشباب دي, يعني أنا بعتبر أن دي انفراجة حقيقية. أنا شايف أن سيادة الرئيس والنواب والوزراء شايفين قدام قوي, وأنا بقول أن من حسن الطالع برضو أن هذا المؤتمر هو على أرض الفيروز اللي احنا بنحاول جاهدين نرجع السياحة. احنا شايفين شرم الشيخ من أجمل أو أجمل مدينة في العالم لا ينقصها غير أن السياحة, وبالنشط برضو من برنامج حضرتك بريطانيا وروسيا وفرنسا ونقول لهم تعالوا شوفوا البلد وشوفوا الأمن والأمان اللي احنا عايشين فيه وشوفوا المناظر والجو. واحنا بنقول كمان المواطن المصري بيجيد التعامل مع السائح وبيجيد التعامل مع المستثمر وبيجيد التعامل مع أي حد عايز يساهم في أن البلد دي تتقدم للأمام.